مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء نتوقع أن هناك موجة من الأمطار الموسمية تشمل المناطق الجنوبية الغربية وتشمل شرق مكة وحتى منطقة الطائف، أحيانا تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وأيضا نهاية الأسبوع تخف شدة الأمطار وفي هذه المناطق، ولكن تتجدد رياح البوارح في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية وتكون مثيرة للغبار والأتربة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة إلى شديدة الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 45-29، المناطق الشمالية الشرقية أيضا 45-29، المناطق الشرقية 42-32، المنطقة الوسطى غائب ظهور بعض السحب وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة 44-33، المنطقة الغربية 39-33، ولكن المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 28-20 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله هناك فرصة لسقوط أمطار في المناطق الغربية، سواء الجنوبية الغربية أو الغربية أيضا حول مكة وشرق مكة، وأيضا المناطق الشمالية الغربية من المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 45 والصغرى 30، والمناطق الشمالية الشرقية 45-32، والأجواء حارة في المنطقة الشرقية 41-33، والمنطقة الوسطى 43-32، المنطقة الغربية والجنوبية الغربية أجواء حارة وغائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، قد تتشكل بناء على هذه الأمطار بعض السيول وجريان الأودية. في المنطقة الغربية العظمى 39 والصغرى 33، أما المنطقة الجنوبية الغربية 28-19 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا تبقى فرصة الأمطار واردة في المناطق الغربية، سواء الشمالية الغربية أو الغربية والجنوبية الغربية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 44 والصغرى 30 مع سقوط زخات رعدية من المطر، وأيضا المنطقة الغربية وخاصة غرب مكة وشرق مكة 40-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 26-19. الأمطار هذه في المنطقة الغربية بشكل عام تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وأحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى جريان السيول. المنطقة الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 46-31، والمنطقة الشرقية 43-32، وكذلك المنطقة الوسطى 43-32 مع ظهور بعض السحب. يوم الأربعاء تنحصر الأمطار فقط في المنطقة الجنوبية الغربية، منطقة جازان وعسير أيضا، والمنطقة الشمالية الشرقية بتكون الأجواء حارة 44-31، والمنطقة الشمالية الشرقية 46-32 شديدة الحرارة، كذلك المنطقة الشرقية شديدة الحرارة 45-34، والمنطقة الوسطى أيضا الأجواء شديدة الحرارة 44-34، المنطقة الغربية حارة 40-32 مع ظهور بعض السحب، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر. إذا من بعد يوم الأربعاء تنحسر الأمطار وتقل تدريجيا وتتلاشى، خاصة في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الغربية من المملكة، ويقتصر حدوثها فقط على المناطق الجنوبية الغربية.
يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 44-30، المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية والوسطى أجواء شديدة الحرارة، المنطقة الشمالية الشرقية 46-30، المنطقة الشرقية 45-34، والمنطقة الوسطى 46-32، والمنطقة الغربية 39-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 29 إلى 21 درجة مئوية. يوم الجمعة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 44 العظمى والصغرى 30، كذلك المنطقة الشمالية الشرقية العظمى 44 والصغرى 28، المنطقة الشرقية العظمى 43 والصغرى 33، المنطقة الوسطى أجواء شديدة الحرارة 46-32، والمنطقة الغربية 39 إلى 33، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا العظمى 28 والصغرى 21. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.